كما التقت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينب رئيسة مجلس النواب مع معالي الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان الشقيقة بمقر إقامته بالعاصمة الكازاخستانية، وذلك على هامش مشاركة وفد السلطة التشريعية بالاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول أوراسيا، حيث أكدت معاليها على أهمية رفع مستوى التعاون والشراكة بين السلطات التشريعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطوير سبل التواصل وقنوات الحوار وتبادل الخبرات في المجال التشريعي لتحقيق الغايات الرامية لتوحيد الجهود والطاقات دعما لمسيرة العمل المشترك بين دول الخليج.